فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. قال رحمه الله: فاتفق عمر رضي الله عنه والمسلمون معه وسائر العلماء بعدهم ومن وفقه الله تعالى من ولاة الأمور على منعهم من أن يظهروا في دار الإسلام شيئا مما يختصون به. وهذا محل الإجماع من عهد عمر ومن بعده من الخلفاء والأئمة والأمراء وجميع المسلمين على منع إظهار الكفار لعاداتهم وشعائرهم وأمور دينهم في بلاد المسلمين، فلا يظهر شيء من ذلك ولا يختلط بالإسلام أو بدين الإسلام، بل يكون دين الإسلام متميزا عزيزا لا يشوبه شيء. وهذا يلزم ولاة الأمور أن يعملوا به، ويلزم من تحت أيديهم من الأمراء ومن لهم نوع من الولاية الجزئية على بعض الأقاليم أن يقوموا بهذا وينفذوه في من في ناحيتهم. ويلزم عموم المسلمين أيضا العمل بهذا، وهو الإبقاء على تميز الإسلام واحترام الإسلام ومنع أن يتطرق إليه شيء من عادات الكفار وعبادات الكفار وبدع الكفار، حتى لا يختلط الحق بالباطل، وحتى لا يندمج الكفر بالإيمان والبدعة بالسنة. لا بد أن يحافظ المسلمون على دينهم سواء كانوا من الولاة أو من الأمراء الذين تحت الولاة أو من عامة المسلمين. المسلمون كلهم يتضافرون على حماية دينهم وتمييزه عن غيره من الأديان، لأنه الدين الحق الذي يعلو ولا يعلى عليه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: مبالغة في أن لا يظهروا في دار الإسلام خصائص المشركين. نعم. قال: فكيف إذا عملها المسلمون وأظهروها؟ إذا كان الكفار ممنوعين من إظهار شعائرهم وعاداتهم الخاصة بهم وتقاليدهم الخاصة بهم، ما ممنوعون من أن يظهروه في أن يظهروا ذلك في بلاد المسلمين لئلا يختلط الإسلام بغيره أو يخفى الإسلام حتى يلتبس بغيره، فكيف إذا كان العكس؟ اللهم صل. وهو الواقع الآن أن المسلمين هم الذين يعملون أعمال الكفار ويظهرون شعارات الكفار، فإن هذا من الانتكاس. إذا كان الكفار ممنوعين من أن يظهروا هذا في بلاد المسلمين، فكيف أن المسلمين هم الذين يظهرونه نيابة عن الكفار، وهم الذين يستجلبونه ويستوردونه ويتمدحون به؟ فهذا من الانتكاس، وهذا واقع في غالب بلاد المسلمين اليوم، فلا تكاد تميز شيئا من عاداتهم وأمورهم حتى اختلطت بأمور المسلمين، وصار الحاذق من المسلمين والمثقف والمفكر والمدرك هو السابق إلى عادات الكفار وتقاليد الكفار وثقافة الكفار. وهذا من الانتكاس العظيم، ومن استبدال الذي هو أدنى بالذي هو خير، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا إهمال لدين الله عز وجل، وإذلال، بل هو إذلال لدين الله وإعزاز لدين الكفر وشعائر الكفر. فالواجب أن يتنبه المسلمون وعلى رأسهم ولاة أمورهم أن يتنبهوا لهذا الأمر، وأن لا يتساهلوا في شيء منه، وأن لا يطيعوا من ينادي به من دعاة الحضارة كما يقولون، أو الرقي أو التقدم أو الحضيرة أو الحضارة أو غير ذلك، فإن ديننا ولله الحمد قد أعزنا الله به، فمهما ابتغينا العز بغيره أذلنا الله، كما قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. فما هو العرب قبل الإسلام؟ إنهم كانوا مستذلين وكانوا مستضعفين وكانوا متقطعين متناحرين فيما بينهم، حتى جاء الإسلام فأعزهم الله به ورفعهم به وأكرمهم به وصاروا سادة العالم. فلماذا التحول الآن من الإسلام إلى ضده؟ فالواجب على المسلمين عموما وعلى ولاة أمورهم وعلى علمائهم، الواجب عليهم أن يتنبهوا لهذا الأمر، وأن
يطرد هذه الأمور التي وفدت إليهم وهي إضرار بهم وبدينهم، وليس فيها نفع البتة، ليس فيها نفع البتة. فأنت الآن لما تسير في الشارع ماذا ترى؟ عناوين المحلات وعناوين إلا أسماء أعجمية أو كتابات بحروف اللغة الأجنبية، حتى الحروف العربية يكتبونها بصفة تشابه الحروف الأجنبية. كل هذا محبة للتشبه وعشق لعادات الكفار، لا حول ولا قوة إلا بالله. وحتى التخاطب الآن يكاد أن يكون باللغة الأجنبية حتى في بلاد الإسلام، في المستشفيات، في المطارات، في الشركات، في الفنادق، في بلاد المسلمين مع الأسف. الواجب أن يتنبه لهذا الأمر قبل أن يستفحل وينشأ عليه الصغير ويهرم عليه الكبير ثم ينسى الإسلام.